وكشف القاضي عن إطلاق الوزارة للاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى المجتمع الرقمي. وفي إطار توجه الدولة نحو التحول إلى المجتمع الرقمي في كافة المجالات، نطلق اليوم الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة الأنكتاد، الشريك الرئيسي في إعداد هذه الاستراتيجية التي تعتبر أولى خطوات تنمية التجارة الإلكترونية في مصر، وهي خطوة هامة نحو التنمية المستدامة والترسيخ لقواعد الاقتصاد الرقمي.